السلام عليكم ورحمة الله. محاسب التكاليف المستوى الخامس دكتور أحمد الرازح. دقيقة وجهز الملف. هل في سؤال؟ إذا ما في أسئلة نتطرق إلى حساب المستحقات والمقدمات. نذكر في المحاضرة الماضية وقفنا عندها. تسوية المستحقات والمقدمات. طبعا في لها قانون ممكن تحفظه. أنا بالنسبة لي القانون هذا شوي يعني صعب بالحفظ، لأنه من السهل إنك تلخبط فيه. يجب تسوية أي مصروف أو إيراد بالمقدمات والمستحقات للوصول إلى ما يخص الفترة. الكلمة المهمة عندنا هنا ما يخص الفترة. وفي هذا يراعى ما يلي. واحد، بالنسبة لأنفذة المقدمات والمستحقات في نهاية كل فترة يضاف المستحق ويطرح المقدم من المدفوع أو المحصل خلال العام. أما بالنسبة لأرصدة مقدمات المستحقات في أول فترة فتعامل عكس معاملة أرصدتها في آخر الفترة، حيث يضاف المقدم ويطرح المستحق. طبعا هذا كلام يعني شوي نظري، وإذا ما استطعنا نفهمه أو نتعامل معه ما يكون له قيمة. فلذلك يجب أن نستخدم قانون يسهل علي متى أضيف المقدم ومتى أطرحه. أنا عملت جدول للمصاريف وجدول آخر للإيرادات. السؤال المهم اللي لابد تسأل نفسك، هل هذا يخص الفترة أو لا؟ فعندي تقريبا أربع حالات. ممتاز. أنا الآن في سنة 1436، المصروف بطبيعته مدين. فإذا كان المبلغ الذي يخص الفترة نفس عام 36 فسوف نضعه على طبيعته وهو في الجانب المدين، وإذا كان يختلف نضعه في الجانب الدائم. نأخذ الحالة الأولى، مصروف مستحق عام 1435 وهو يخص عام 35 لأنه مستحق في عام 35، ولكن الآن حنا في عام 36 فلا بد أن نطرحه، لأن ضعه في الجانب المخالف. المصروف في العادة يكون في الجانب المدين، ولكي نطرح منه نجعله في الجانب الدائم. هذا تطبيق للقانون اللي أخذناه مساعة. إذا كان مستحق في أول فترة يطرح، بمعنى المستحق هذا يخص السنة الماضية. عشان ما نلخبط نسأل نفسنا، المبلغ هذا يخص أي سنة؟ هل نفس السنة اللي أنا فيها عام 36 أو سنة سابقة عام 35 أو يخص السنة القادمة عام 37؟
إذا كان يخص السنة اللي أنا فيها يكون عام 36 طبعا في الجانب المالي. ننتقل إلى الحالة رقم 2، عند المصروف مقدر دفع في عام 35 يعني العام الماضي وهو يخص عام 36 يعني يخص السنة الحالية، فيخص 36 وأنا أسجل في 36 فأضعه في الجانب المالي اللي هو مصروف مقدر على طبيعته. الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، عندي مصروف مستحق عام 36 وهو يخص عام 36 وأنا أسجل في عام 36 فأضعه على طبيعته والمصروف المالي. ننتقل إلى الحالة الرابعة، عندي مصروف مقدم دفع في 36 وهو يخص عام 37 فأنا في عام 36 وهو يخص 37 فالأرقام اختلفت فأضع في الجانب المخالف. المصروف هو في الجانب المدين ولكن عشان الرقم عشان السنة اختلفت فأضع في الجانب الداخلي يعني يطرح. فعلى وجهة نظري هذه أفضل طريقة عشان الطالبة والطالبة المحاسبين ما يتلخبط متى يضيف المستحق أو المقدم. عندي مستحق العام الماضي ومستحق السنة هذه، في عندي مقدم العام الماضي ومقدم السنة هذه للسنة القادمة، ففي عندي يعني مستحقات كثير مقدمات كثير وعندي مصاريف وعندي إيرادات، فمن هنا عندي تقريبا 8 حالات يعني ممكن يقع الخطأ. ننتقل إلى الإيرادات، الإيرادات نفس الطريقة، لابد أسأل نفسي هل هذا الإيراد يخص السنة الحالية أو أي سنة، فإذا وافقت السنة التي يخص فيها سنة التسجيل أضعه كطبيعته والإيراد في الجانب الداعم وأضعه في الجانب الداعم، إذا اختلف أضعه في الجانب المالي. نأخذ الحالة الأولى، إيراد مستحق عام 35 وهو يخص 35 ولكن أنا الآن أسجل في عام 36 اختلفت السنة 35 و36 فأضعه في الجهة الأخرى، الإيراد في الجانب الداعم ولكن لو مختلف أضعه في الجانب المالي يطرح. ننتقل إلى الحالة رقم 2، إيراد مقدم حصل في عام 35 وهو يخص 36 يعني العام الماضي في عام 35 استلمت إيراد مقدم وهو لا يخص 35 ولكن يخص 36، فإذا انتقلت في عام 36 أثبت هذا الإيراد الذي استلمته العام الماضي، فالإيراد في الجانب الداعم وأضيف الإيراد المقدم الذي يخص 36 بالجانب الداعم. ننتقل إلى الحالة الثالثة، إيراد مستحق يخص 36 وأنا أسجل في عام 36 فالسنة تشابهت لذلك أضعه في الجانب الداعم لأنه إيراد. ننتقل إلى الحالة الرابعة، إيراد مقدم حصل في 36 ولكن هو يخص عام 37 وأنا الآن أسجل في عام 36 والسنة اختلفت فأضع في الجانب الآخر، الإيراد على طبيعة في الجانب الدائم وإذا اختلفت السنة أضع في الجانب المالي. إذا في سؤال ممكن تسألون. عموما هذه القاعدة لابد أن الطالب والطالبة يستخدمها حتى بعد التخرج لأنها بتكون أساس جيد لتسوية المستحقات والمقدمات. ننتقل الآن إلى التمرين.
دراسة عملية تشييد مبنى على إحدى شركات المقاولات بقيمة 20 مليون ريال، المبالغ بال1000 ريال. عندي بيان وعندي سنة 25 و26 و27، هذا يعتبر 83. احنا عندنا ضيق الوقت، بنحل السنة الأولى، إذا في أي سؤال بنحل السنوات اللي بعدها. طبعا تكلف في المقاولات مثل ما قلنا في الأوامر كلها في الجانب المالي. عندنا تكلف خامات مرسلة، هذا في الجانب المالي من حساب العقد، أجور مباشرة في الجانب المالي، مصروفات متنوعة في الجانب المالي، استهلاك آلات في الجانب المالي، خامات متبقية في نهاية الفترة، هذه متبقية فبتكون في الجانب الداخلي. قيمة مقاولات من الباطل في الجانب المدين، مدفوع المقاول الباطل، هذا الحساب ما له علاقة بالعقد لأن هذا فقط دفع المبلغ الكلي للمقاول الباطل، يتم تسجيله في حساب العقد اللي هو 2000 ريال، المبالغ 1000 ريال. فالمدفوع المقاول الباطل من حساب مقاول الباطل إلى حساب نقدية. المحصل من صاحب العمل، طبعا هذا ما له علاقة بالعقد ولكن مع صاحب العمل، من حساب النقدية إلى حساب صاحب العمل. نسبة ما تم من العملية 30%، هذا بيفيدني عند توزيع الأرباح. قيمة المستخلصات، هذا مثل المبيعات، يعني بدل ما أقول إلى حساب المبيعات أقول إلى حساب المستخلصات اللي هي العمل التام المعتمد. صاحب العمل بيكون مدين ب4000 قيمة المستخلصات، حساب الأعمال التامة المعتمدة. قيمة مصاريف مستحقة متنوعة، هذه المستحقة تخص عام 25 إذا تسجل في الجانب المدين مثل أي مصروف من المصاريف. اللي بعدها مصاريف إدارية، هذا كذلك تسجل في الجانب المدين في حساب العقد. آخر عنصر نسبة المعتمد من الأعمال التامة 80%. أنا طبعا حساب العقد جانب المدينة سجل فيه جميع المصاريف، جانب الدهان سجل قيمة المواد مثلا المتبقية في نهاية الفترة، ومصاريف أخرى ما تخص الفترة مقدمة مثلا. ويظهر عندي جزء من الأعمال معتمد وهو بنسبة 80%، والباقي غير معتمد اللي هو 20% يذهب كرصيد مرحل، رصيد موقوي في حساب العقد للعام القادم. بعد حساب العقد عندي حساب الأعمال التامة المعتمدة وهو مثل حساب أرباح خسائر، أسجل فيه قيمة الأعمال المعتمدة وتكلفتها. بعد ذلك عندي حسابين، حساب صاحب العمل وحساب مقاول باطل. ثم عندي الحساب الأخير حساب أرباح وخسائر. طبعا هذا حل التمرين بالكامل لعام 1425. الآن ننتقل إلى حل التمرين خطوة خطوة. عندي الحساب العقد، حساب العمل التام المعتمدة، حساب صاحب العمل، وحساب مقاول باطن، وحساب أرباح خسائر. طبعا أهم حسابين عندي اللي هو العقد والعمل التام المعتمدة، هذا أهم حسابين. البقية هي حسابات فقط للتحصيل من صاحب العمل أو الدافع المقاول الباطن.
فالتسجيل في حساب العقد دائما يكون مثل المدين بين المصروفات. لاحظ عندي هنا 2000 سجلنا قيمة مقاول باطل، عندي حساب مقاول باطل سجلت 2000 من حساب العقد. طبعا كل حساب من الحسابات هذه يظهر في جهتين، جهة في حساب العقد وجهة أخرى في حساب مثلا مقاول باطل أو الخامات أو الأجور أو المصاريف أو استهلاك الآلات. فصادف عندي هنا الآن حساب المقاول مطلوب، لذلك أنا شفت الـ 2000 ريال مكتوبة لحساب العقد. الجميع المصاريف في الجانب المدين، عندي في الجانب الدائم 400 تكلفة خامات متوسطية في نهاية الفترة، مجموع جانب المدين 8600، الدائن 400 فقط، نطرح يطلع 8200. نضربها في نسبة 80% يظهر 6560. هذه الأعمال التامة المعتمدة 80% تم اعتماده، والمتبقي 20% لم يكتمل أو مخالف للمواصفات فلم يتم اعتماده، هذا المتبقي 1640 نسبة 20% من 8200. الأعمال المعتمدة وعلى اليسار قيمة المستخلصة، يعني أنا إذا بعت بضاعة أقول من حساب مثلا صاحب العمل إلى حساب مبيعات، في حالة العقد ملكة المبيعات نكتب إلى حساب العمل التامة المعتمدة. صاحب العمل يكون مدين بهذا المبلغ، صاحب العمل سدد 5400 ريال، أنا سددت 600 ريال إلى مقاول الباطل إلى بلاش. بعد ذلك أغلق حساب العمل التام المعتمدة، الفرق هو في السنة الأولى خسارة، السنة الثانية بيكون خسارة، السنة الأخيرة بيكون فيه ربح. يوم قد يعتبر راح خسارة. عندي صاحب العمل الفرق رصيد مرحل، يحسب رصيد معقول في الميزانية، يظهر في الميزانية. كذلك مقاول باطل، لمقاول باطل 2000 أنا سددت فقط 1400، لمقاول باطل 1400 ريال تظهر في الميزانية في الجانب الداخل. نشوف لدي أي سؤال. فكي نحفظ الوقت ننهي التمرين الأول من حساب العقد وننتقل إلى درس آخر من الدرس، التمرين الثاني حق حساب العقد السنة الثانية والثالثة والتمرين الثاني كلهم زي بعض. نتكلم عن المراحل، نظام المراحل. أخذنا بالدرس الأول الانحرافات، الدرس الثاني نظام تكاليف الأوامر، الدرس الثالث نظام تكاليف العقود والمقاولات، الدرس الرابع نظام المحاسبة عن تكاليف المراحل الإنتاجية. طبعا الأوامر خصائص طبيعة الأنشطة ذات الأوامر،
المشروع يكون يعني صغير، تلم طلبية معينة لكل طلبية، خصائص معينة، مواصفات، قيمة الطلبية تكون قليلة، مدة إنجاز الطلبية يكون قليل قصير، عدد العملاء اللي ممكن يستلمونهم يكون قليل. نظام المقاولات، لا قيمة المقاولة يكون مبلغها كبير، مدتها تكون طويلة مثلا سنة سنتين، قيمتها تكون كبيرة، عدد المقاولات اللي ممكن استلمها يكون قليل. يعني الأوامر ممكن اللي كنت أنا أقول أتعامل دولي ممكن أسوي 5 7 10 دولي لعشر عملاء، ولكن في المقاولات لا بيكون أقل، مثلا يكون عندي مبنى واحد، لا 1 2 3 بالكثير، فما يعني أخذ مقاولات كثيرة على حسب حجم الشركة. القيمة تكون كبيرة، مئات الآلاف، الفترة تكون طويلة. نظام تكاليف المقاولات يختلف عن نظام الأوامر، في تشابه ولكن في اختلاف. الآن نتكلم على نظام المراحل. نظام المراحل يمر بأكثر من مرحلة، له طبيعة خاصة. مثلا إنتاج البترول، المرحلة الأولى استخراج المادة الخام، تمر على مرحلة يتم استخراج مثلا 4 أنواع من البترول الخام، وال4 أنواع هذه في مرحلة ثانية يتم استخراج عناصر أكثر وهكذا. عملية الإنتاج تمر بأكثر من مرحلة. عندنا مثلا إنتاج أجهزة الكمبيوتر تمر بمراحل. مثال آخر تصنيع السيارة يمر بمراحل. عندنا مثلا مرحلة من المراحل يكون شخصية السيارة، بعد ذلك يتم مثلا تركيب الدفرنش، بعد ذلك الكفرات، بعد ذلك بديع السيارة، بعد ذلك أسياس السيارة، مكينة السيارة، ديكورات داخل السيارة، المسجل، أجهزة كهربائية. مرحلة مراحل صبغ السيارة، تركيب الأبواب، ويعني آلاف القطع ممكن تركب للسيارة. طبعا المواصفات تكون واحدة، كمية كبيرة من السيارات مواصفات واحدة ومش لطلبية معينة. النظام مراحل يختلف اختلاف كبير عن الأوامر والمقاولات. الأوامر والمقاولات فيها تشابه أكثر من نظام المراحل. طب نظام المراحل ممكن أطبقه كذلك في المقاولات. كيف؟ إذا كنت مثلا أنا شركة عقارية، فأنت أبني شقق وعمالة كثيرة كلها نفس المواصفات، فممكن من هذه الناحية نظام المقاولات يكون فيه في طبيعته نوع من نظام المحاسبة عن تكاليف المراحل في الإنتاج. فإنشاء المباني هذه يتم على مراحل.
يعني طبعا درس طويل فيه يعني صور كثيرة لحساب التكلفة. في حالة مثلا، الحالة الأولى أن جميع الوحدات تمت، طبعا التكاليف المباشرة حسابها سهل، لأن ممكن يعني توزيعها بسهولة من التكلفة مباشرة ملموسة، بس صعوبة التكاليف غير مباشرة لأنها توزع على حسب العدد. فإن التكلفة عندي مثلا 100,000 وأنتج 1,000 وحدة، كل وحدة تكلفني 100 ريال. لو أنتجت مثلا 50 وحدة، كل وحدة بتكلفني 200 ريال. تكلفة مثلا غير مباشرة ثابتة، مثلا مثل تكلفة الإيجار. الصعوبة دائما في تكلفة غير مباشرة. عموما هذا الدرس يعني ممكن فيه تفاصيل ولكنه ليس صعب. في أسئلة تطرح قبل حل المراحل، هل يوجد وحدات تحت التشغيل الأول؟ وإذا وجد فما هي الطريقة المتبعة؟ هل هي طريقة الأول فالأول أو طريقة المتوسط؟ طبعا إذا في سؤال في بضاعة أول فترة لابد أتكلم الطريقة المتبعة. 2، هل يوجد تلف عادي؟ إذا كان موجود فكيف نعالجه؟ إذا كان الفحص عند مستوى معين فنتبع طريقة إعادة التوزيع، وإذا كان الفحص باستمرار فنتبع طريقة التوزيع. هل يوجد قيمة استبدادية لوحدة التالفة العادية أو لا؟ حساب عدد الوحدات وتحديد الأرقام مهمة، ورسم نقطة بداية ونهاية الوحدات. هل يوجد مواد خام تؤدي إلى زيادة الوحدات أو لا؟ 4، تسجيل تكاليف المرحلة وتوزيعها على رسمة المصنع. 5، حساب المتوسط للتكاليف. 6، حساب المتوسط للتكاليف غير المباشرة. 7، إعادة توزيع تكلفة التلف العادي مطروح منه القيمة الاستبدادية. طبعا صحيح أن فيها 7 نقاط، ولكن يعني ليست صعبة، ومو بشرط أن تحفظ هذه يعني يعني بدقة كبيرة. يكفي أنك تعرف أن إذا في وحدة تحت تشغيل أول فترة ففي طريقتين، فأي طريقة سنستخدم؟ كل طريقة يعني تختلف عن الأخرى. هل في تلف أو لا؟ متى نفحص؟ كل هذه الأسئلة لابد أسألها عشان أعرف كيف أوزع هذه تكلفة التلف. بس هذه النقاط المهمة 3، 2 نقطتين، البقية هذا للحل. هذا مثال التكاليف دائما في الجانب المدين، في درس الأوامر في الجانب المدين، في درس العقد في الجانب المدين، التكاليف في الجانب المدين، في المراحل في الجانب المدين، دائما التكاليف تكون في الجانب المدين. على اليسار سنضع الوحدات، عندي تكاليف مباشرة وغير مباشرة. في على اليسار عندي فوق من 0 إلى 100%، هذا خط سير الإنتاج. التكاليف المباشرة أنقلها إلى خط سير الإنتاج، التكاليف غير مباشرة أضعها على جنب. في الأسفل بكتب مجموع الوحدات، متوسط التكلفة أحصل عليه، أقسم التكاليف المباشرة على الوحدات تظهر لي التكلفة. التكاليف غير مباشرة نفس الشيء، تكلفة تقسيم مجموع الوحدات تظهر لي متوسط التكلفة.
أجمع تكاليف المباشرة وغير المباشرة، فقام تكلفة الوحدات. طبعا الوحدات عندي وحدات تامة محولة، وعندي وحدات تالفة، وعندي وحدات تحت التشغيل، ثلاث أنواع من الوحدات. هذا مثال. بعد مثل هذا ننتهي اللقاء. أكتب وحدة أول شهر في طريقتين، الطريقة الأولى هذا الشكل حقها، والطريقة الثانية هذا شكلها، عشان أتذكر لما جيت أحل إن الأول في الأول لابد يطلعني مستطيلين والمتوسط مستطيل. والتلف لابد يقول لي في السؤال أي طريقة بستخدم عشان أعرف كيف أحل التمرين. أنا عندي وحدات، في عندي وحدات أول شهر صرفت عليها الشهر الماضي والآن بسوي لها استكمال، وعندي وحدات جديدة. في نهاية الشهر عندي مثلا 8000 وحدة تمت، عبارة عن جزئين من وحدات أول الشهر ووحدات جديدة، وعندي وحدات تالفة عبارة عن جزئين، وحدات تلف عادي والتلف غير عادي، يعني مثلا 2% من الوحدات هذا عادي من وحدات يعني وحدات الجديدة هذا عادي، والبقية غير عادي. في وحدات تحت تشغيل آخر الفترة، يعني عندي أربع أنواع من الوحدات. النوع الأول هذا من الشهر الماضي والوحدات الجديدة، بعد ذلك تصير عندي بقية الأنواع الثلاث اللي التامة والتالف وتحت التشغيل آخر الشهر. أبغى المستطيلات، كل وحدة لابد أعرف متى بدأت ومتى انتهت. الجانب المزيد من حساب مرحلة عند التكاليف، المباشر أضعه في مكانه والغير مباشر أضعه على جنب. أجمع عدد الوحدات وأستخرج المتوسط، أضرب المتوسط بعدد الوحدات إظهار التكلفة المباشرة يعني أوزعها نسبة وتناسب. بعد ذلك أنتقل إلى التكاليف غير مباشرة، كل وحدة أضربها في النسبة تظهر لي مجموع الوحدات المعادلة، أجمعها وأقسم التكلفة غير مباشرة على مجموع الوحدات تظهر لي متوسط، أضرب متوسط في الوحدات يظهر التكلفة الغير مباشرة. أجمع التكاليف المباشر مع الغير مباشر يظهر لي مجموع التكلفة. مثلا الوحدات هذه التامة 8000 عبارة عن 1000 و7000، تكلفتها 135842 ريال. ننهي هذا اللقاء، المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل في نوع آخر من أنواع التكاليف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.